إذن من هنا من ولاية العوابي، هذه الولاية التي تعد إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة الزاخرة بمختلف ألوان ومفردات التراث العماني الأصيل. تابعنا كثير من الاكتشافات الموجودة هنا في هذه الولاية، أيضا ارتباط من الولاية بالقوافل التجارية وغيرها من الشواهد التي تؤكد على يعني أهمية ومكانة هذه الولاية. اليوم حقيقة نتحدث عن موضوع أيضا جدا مهم، هو اهتمام أحد أبناء هذه الولاية في إقامة معرض تراثي، معرض أثري يضم مختلف المقتنيات، سواء كان المخطوطات، العملات النادرة، أيضا مختلف القطع التي استخدمت عبر مختلف عصور التاريخ العماني. حارث بن سيف الخروصي وهو أحد المهتمين في مجال الكتابات الصخرية، الآثار وغيرها، اليوم حقيقة ونحن في هذا المكان يعني يقوم بإنشاء معرض خاص لمختلف الجوانب التراثية. الأخ حارث، مساك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير أستاذ عبد الله، نمسي عليكم أيضا ونرحب فيكم ونرحب أيضا بالمشاهدين الكرام، ونشكر لكم زيارتكم إلى هذه الولاية، ولاية العوابي المشهورة والمعروفة في التاريخ العماني، وأيضا هي منطقة هامة ومنطقة غنية أيضا بالموروث، وأيضا يعني حافلة بكثير من الإنجازات على مدى تاريخها. نعم، لما تحدث الأخ حارث عن يعني المكتشفات الأثرية طبعا في مختلف المجالات، هذا يعطي مؤشر لعمق التاريخ لهذه الحضارة. السلطنة الحمد لله زاخرة بمختلف الآثار، بمختلف طبعا ألوان التي تؤكد على عمق حضارة هذا الوطن الغالي. بداية أو فكرة إقامة معرض خاص بحارث الخروصي بعد هذه الفترة من البحث والتنقيب، سواء كان في مجال الكتابات الصخرية، الموروثات المختلفة، كيف أتت هذه الفكرة لأخ حارث؟ الحقيقة بأنه أول شيء أنه يعني مثل ما تفضلت أن عمان غنية بموروثها وغنية بتاريخها، وطبعا المسير الإنساني مهم لفهم الفلسفة الإنسانية، وجود الإنسان في هذه الأرض، وتفاعل الإنسان مع بيئته، وتفاعل الإنسان مع أخي الإنسان، فكل ذلك يعني أدى إلى وجود نتائج هي عبارة عن موروثات منذ بدأ الإنسان على هذه الأرض. فبدأ الإنسان بالكتابة على الصخور، وطبعا هذه المنطقة منطقة مثلا العوابي أو نخل أو المعاول أو جنوب باطنة بشكل عام، وترستاق أيضا، هي تقع بين الداخل والساحل، فهي موقع وصلة متميزة ووصلة بين مختلف التجمعات البشرية، وأيضا ذات أهمية كبيرة. طبعا أنا بدايتي حقيقة أنا شغوف بالآثار وشغوف بالتاريخ وبالتراث، وطبعا عندما نتكلم عن التاريخ فلا نتكلم عن الماضي بقدر ما نتكلم عن المستقبل، لأنه أيضا التاريخ مثل ما يقال يعيد نفسه، وأيضا الدلائل التاريخية وتفاعل الإنسان مع محيطه، وتفاعل الإنسان مع أخي الإنسان، أيضا هي فلسفة إنسانية ممكن أن تكون في كل عصر، وأيضا يمكن التنبؤ بالمستقبل من التنبؤ بالتاريخ. وعمان موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الهامة أيضا، وتفاعل شعوب المنطقة مع بعضهم البعض أدى إلى ازدهار المنطقة في عصور كثيرة أيضا، ونتمنى أيضا أن يكون المستقبل أيضا مزدهرا وحافلا بالخير لشعوب هذه المنطقة وشعوب العالم. بكل تأكيد أخي حارث، يعني مثل ما تفضلت وذكرت، طبعا التاريخ العماني يعني غني عن التعريف، ولكن ونحن دائما نطالع يوميا استكشافات في هنا وهناك في مختلف المجالات. نحن الآن أمام معرض يعني حقيقة أيضا يروي زاوية من التاريخ العماني، سواء كان لهذه الولاية العريقة أو مختلف ولايات محافظة جنوب بطن والسلطنة بشكل عام. خلينا نتحدث ونبدأ عن أبرز هذه النوادر، خلينا نقول، التي يعني بحوزتك وأثرت أن أيضا تتيحها لمختلف طبعا الباحثين المهتمين بمثل هذه المجالات. الحقيقة بأنه كل قطعة هي يعني ذات طابع خاص، وذات تاريخ خاص، وذات أيضا فترة تاريخية هامة، فكل قطعة هي مميزة، يعني لا توجد قطعة غير مميزة، كل قطع التاريخية والتراثية هي قطعة مميزة وقطعة ذات أهمية ثقافية كبيرة. لكن المخطوطات حقيقة تشمل جزء كبير من هذه المجموعة، وأنا حقيقة عندي مجموعة كبيرة من المخطوطات الممتدة إلى فترة طويلة، طبعا كلها مخطوطات من عمان وتمتد إلى عصور مختلفة. على سبيل المثال هذا المخطوط، طبعا هذا رمم، كان المخطوط هذا عبارة عن ورق، لكن أحد الشباب أيضا العمانيين الذين يقومون بترميم المخطوطات، هم قام بترميم هذا المخطوط وإعادته إلى حالته الأصلية، وأفضل حتى من الحالة القديمة التي كان عليه، كان مجرد ورق، مجرد أوراق، فقام بترميمه. لاحظ هذا المخطوط،
مثل ما نلاحظ طبعا هو يعني يمكن لفت نظري ان هذا المخطوط حقيقه هي يعني غير منقوطه. غير منقوط، هو مخطوط غير منقوط، فهو مخطوط قديم وغير منقوط، ويعني يعني ايضا مجهول، مجهول مصدره المؤلف، لا يعرف المؤلف ولا يعرف حتى يعني تاريخه بالضبط، لانه مقدمه لهذا التاليف يعني تلفت والمؤخره ايضا تلفت، فيصعب التنبؤ بتاريخه، وايضا حتى الكاتب وحتى الذي قام بكتابه هذا المخطوط لها مثل ما نلاحظ ايضا تاريخ هذا المخطوط الى اي قرن، ربما يعود هذا المخطوط الى القرن السابع الهجري، فلانه ايضا النقاط ايضا لم تكن موجوده في بدايه الحقبه الاسلاميه، ولكنها ابتكرت لاحقا بواسطه ابو الاسود الدؤلي في القرن الخامس الهجري، لكن ربما بعض الشعوب وبعض الناس استمروا في عدم استخدام هذه النقاط حتى مرحله يعني متقدمه ايضا. وجميل ان يعني ياتي الطلبه والباحثين وكذا يتعرفوا على زاويه او جانب من هذه المخطوطات التي يعني هي ليست منقوطه. هناك ايضا يعني لدينا ايضا مخطوطه اخرى وثالثه ورابعه، وما شاء الله الاماكن مخطوطه كثيره حقيقه في عمان، يعني كمنطقه غنيه وايضا ومنطقه واقعة في هذه المنطقه الهامه، مثل على سبيل المثال هذا المخطوط ايضا الهام، هو ديوان الامام ابي قيس، الامام ابي اسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي رحمه الله، فنلاحظ بان هذا المخطوط ايضا هو عباره عن مخطوط للامام ابي اسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي، طبعا هو عاش في القرن الخامس وعاش في حضرموت وكان حاكم في حضرموت، وعاش ايضا فتره من حياته بسبب ظروف سياسيه معينه في عمان ايضا، وتفاعل مع العمانيين ايضا، وله ايضا قصائد قالها ايضا في عمان. نعم. فكلها يعني كلها مخطوطات مهمه يعني ومعرفه هامه، والاحتفاظ فيها ايضا هو موروث انساني بالمقام الاول، وايضا علاقه شعوب بعضها مثلا حضرموت بعمان وعمان بمثلا بغيرها من مناطق، فكل ذلك يعني يدل على علاقه كبيره في هذه المنطقه. هناك ايضا لديك اهتمام اخي حارث بالعملات، يمكن ذكرت لي ان هناك ربما عملات نادره الان بحوزتك وهي من قطع الذهب الخالص. نعم. بالنسبه حقيقه العملات ايضا هي مهمه حقيقه، او المسكوكات النقديه هي مهمه، لانه الناس كانت تتداول بهذه العملات، والتاريخ الإسلامي أيضا حافل بكثير من العملات. أنا حقيقة عندي عملة مميزة حقيقة، هي عملة ذهبية ضربت في عمان في القرن الرابع الهجري هذه العملة، ونلاحظ كثافة المأثورات المكتوبة فيها رغم حجمها الصغير، طبعا الذهب ذو كثافة عالية، فنلاحظ كثافة المأثورات الموجودة فيها، وايضا حجمها تقريبا حوالي يقرب من 8 جرام يعني من الذهب. نعم، اضافه الى طبعا الى تلك الجره التي ايضا تحتوي على الكثير من النقود. نعم. هناك ايضا على زاويه اخرى من هذا المعرض هناك يعني الوان اخرى من التراث التي ارتبط العمانيون من خلال طبعا التجاره الدوليه. نعم. لدينا ايضا الكثير من القطع الاثريه. نعم. والتراثيه، وهذا يعطي مؤشر وحقيقه انه لدينا كثير من الجهود الشبابيه التي تعنى بجمع التراث، التي تربط ايضا ماضي السلطنة العريق بحاضرها المشرق، أيضا يعني تربط بكثير من الجوانب التي يعتز بها كل من يأتي إلى هنا أو إلى هناك حسب يعني اهتمامات هؤلاء الشباب. نعم. نعم، مثل ما تفضلت، هو حقيقة الموروث حقيقة هو يعني أي إنتاج بشري في مسير الإنسان الطويل هو شيء مهم حقيقة للإنسانية في المقام الأول، وايضا قوة ناعمة يعني للدولة التي تحوي مثلا موروث عميق وموروث عريق، يكون لها قوة ناعمة ايضا، وتكون لنا الشجرة الكبيرة والشجرة القوية تكون جذورها ضاربة في عمق الأرض، كذلك الشعوب القوية والدول القوية ايضا تكون لها موروث وضاربة في عمق التاريخ. نعم. وعمق الحضارة، وهذا إن شاء الله ما نتأمله إن شاء الله من الجيل أبناء الشباب السلطنة. شكرا لك أخي حارث بن سيف الخروصي، طبعا مهتم وباحث في مجال الكتابات الصخرية وغيرها طبعا من مفردات التراث العماني. إذا أخي خالد، يعني كل هذه هي تفاصيلنا اليوم هنا في ولاية العواب، وهذا المعرض للأخ حارث الخروصي، معرض المقتنيات الأثرية بمختلف أنواعها. شك لقاء ثري ومعرض ضائق يزخر أيضا بالكثير من المقتنيات. شكرا لك عبد الله بن عامر.